أولى فقراتنا مشاهدينا موضوع جدا مهم موجود بالشارع الأردني أو بأي بلد بوطن عربي أو حتى ببلاد الغرب. رح نحكي عن المخدرات اليوم اللي هو ريسك بيهيفيرز اللي هي عوامل المخاطرة في الإدمان عند فئة الشباب. الحديث حول الموضوع معنا دكتور أيمن منصور أستاذ مشارك في تمريض الصحة النفسية في الجامعة الأردنية. مرحب فيك، صباح الخير. صباح نور مينا، أهلا وسهلا. الموضوع كبير رح نتطرق له بشكل مختصر طبعا لأنه له أبواب عديدة، ففي البداية حابين نعرف ما هو المقصود بالإدمان على المخدرات. لأن أول شيء مصطلح مخدرات هو مصطلح يعني أكثر دارج أكثر في الثقافة، ثقافة الشارع أو حتى ثقافة الناس العاميين وحتى في الندوات العلمية بيستخدموا كلمة مخدرات. إنما الإدمان على المخدرات من الكلمة الأساسية كلمة إدمان هي الأساس في التعريف، لأنه الإدمان هي حالة من عدم التكيف أو اضطراب في التكيف ينتج عنه اختلالات نفسية واجتماعية وسلوكية. هاي الاختلالات لازم يكون لها يعني وصف محدد. ما بقدر نقول لواحد إنه مدمن على المخدرات فقط لأنه يستخدم أو يلجأ لاستخدام أحد المواد اللي ممكن تعرف عليها باسم مخدرات، إنما يجب أن يكون في تشخيص، لأنه هو تشخيص مرضي. يعني الإدمان هو أحد أفرع الأمراض النفسية، وبالتالي علاجه بيكون من ضمن تشخيص المرض السليم. لذلك الفكرة بالإدمان أنه يكون في مجموعة من خلينا نسميها الصفات أو الشروط أو المعايير الكريتيريا يعني اللي تنطبق على ذلك الشخص حتى نقدر نحكي أنه هو مدمن. فالإدمان هي الحالة القصوى. أما المراحل الأولى اللي كثير من الناس بخربط فيها وهي مراحل التجريب أو الاستخدام من غير عواقب، من غير أعراض جانبية خطيرة، ومن ثم الاستخدام بعواقب ثم الوصول لهذه الإدمان. فالإدمان هي أصلا عملية تبدأ من عند أول مرحلة وهي مرحلة ما قبل الاستخدام، أي مرحلة وجود المادة هاي في المجتمع، قبولها بدون ضوابط اجتماعية أو قوانين ضابطة سواء كانت قانونية أو اجتماعية، إلى وصول إلى حالة متردية جدا اللي هي أصعب حالة اللي بنصل فيها حالة الإدمان. لذلك يعني المصطلح مثلا بالعربي إدمان، بالإنجليزي نستخدم من عند يوز اللي هي مجرد استخدام إلى ديبندنس الاعتمادية. طيب دكتور أيمن، هلأ كيف يمكن التعرف على الشاب المدمن؟ نعم، الآن زي ما حكيت قبل شوي إنه الإدمان تشخيص، بمعنى انه لازم اني انا حتى احكي ان هذا الشخص مدمن يجب اني انا اكون جلست معه وشفت انه كل الشروط تنطبق عليه زي اي مرض اخر. يعني عشان ما نبتش على الناس، مثلا بدك تشخص انسان بمرض السكري في فحوصات معينه بتنعمل، صح. للضغط في فحوصات معينه، للجلطه القلبيه في فحوصات معينه بتنعمل، هاي كلها شروط تشخيصيه. نفس الشيء الادمان في شروط تشخيصيه، لكن اللي بيختلف في الادمان انه احنا بمراحل معينه. يعني الجلطه يا في جلطه يا ما في، لكن في الادمان في مراحل. لذلك قبل لا اصل الى كيف التعرف لازم احكي انه مثلا الشباب اللي هم فئه من 15 سنه. هلا الشباب والفتيات نجمعهم سوا؟ الان انا بحكي شباب ذكورا واناثا. نعم، ما بعض يعني حتى ما نقول والله شباب وشابات لانه بزعلوا النساء من كلمه شابات، لازم نحكي شباب وبنات، فبنقول احنا بنات. الشباب ذكورا واناثا حتى نعم. ما نزعل الطرفين. ما بين فتره اليافعيه الوسطى من عمر 15 17 حتى بدايه فتره البلوغ نعم. الاولى اللي هي من 21 ل 24. هاي الفئه هي اكثر فئه عمرية خطرة في مرحلة الإدمان. ليش؟ لأنه الإدمان زي ما حكيت قبل شوي عملية تبدأ من أول مرحلة اللي هي مرحلة ما قبل التجريب، وجود رغبة، وجود مديح، وجود تقبل لفكرة استخدام المادة. طبعا لازم نتذكر كمان أن المواد اللي يمكن يدمن عليها الشخص مش فقط المخدرات بالمعنى الحرفي، يعني هيروين وكوكايين وأفيون. الآن عالميا يصنف الكحول، الكحول بأشكاله، والنيكوتين بأشكاله، والكافيين من ضمن المواد اللي ممكن الشخص يدمن عليها. لكن طبعا تتفاوت هاي المواد بخطورتها طبعاً. يعني ما بنحكي انه المدمن على الكافيين مثل المدمن على الكحول طبعاً. او مثل المدمن على النيكوتين او على الهيروين، في فرق، لكن كلها تبدا بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. النقطه الاولى ما قبل التجريب، ثم التجريب فضول،
جرب لك سيجاره، جرب لك كذا، خد لك كاس، خد لك كذا، جرب لك هالحبه هاي كويس بتصحي، خصوصا لما يكون في مراحل الامتحانات في الثانويه بتخليك مصحصح المنشطات كويس. تعتبر زي المخدرات؟ المنشطات، المنبهات، المهلوسات، هم 11 تصنيف عالميا معروفين يعني وموصوفين كويس. حتى الادويه الموصوفه يعني احنا اللي بنخاف منه واللي بتحدثوا عنه، حتى انا اكثر مره حكيت انه لفظ مخدرات قد نزيل منه 3 مواد بالمصطلح العامي وليس المصطلح العلمي، بنشيل الكحول والنيكوتين والكافيين وتبقى بقيه المواد من ضمن هاي المصنفات. يعني حتى بالانجليزي بنقول illicit substances و non illicit substances، يعني مواد قابله انه هي تسبب الادمان بسرعه وعوامل الخطوره فيها عاليه، ومواد لها علاقه بالمجتمع زي الالكوهول والنيكوتين والكافيين. الان المرحله الثانيه الاستخدام اللي هي للفضول، ثم المرحله الثالثه اللي هي الابيوز، سوء الاستخدام. سوء الاستخدام يعني انه تبدا ظهور اعراض نتيجه استخدام هذه المواد. شو اهم الاعراض؟ انه يصر على استخدامها رغم انها بتسبب لهم مشاكل، وعارف انه في انها مشاكل سيئة. اجتماعيه وقانونيه نتيجه استخدامها. في فشل اكاديمي اذا كان طالب، اذا كان بيشتغل في مكان في تغيب، اذا كان زوج ممكن يكون يبدا عليه اعراض الفشل كزوج، بنحكي عن فشل الاجتماعي والنفسي والجنسي الى اخره، اذا كان حسب وظيفته. ثم يكون هذا الشخص يعلم بشكل الى حد كبير انه استخدام هاي الماده هو السبب في هاي الاضطرابات الاجتماعيه والنفسيه اللي عنده، ولكن يصر على استخدامها. الآن هاي المرحلة دخلنا فيها سوء الاستخدام الأبيوز. المرحلة العليا من الإدمان وهي الديبندنس الاعتمادية، وهي أن الشخص بإضافة لهاي المعايير اللي ذكرتها بتظهر عليه أعراض أخرى أشد خطورة، وهي اللي مسميها الأعراض الانسحابية، أي أن الشخص بعد استخدام هاي المواد وانقطاعها لفترة تبدأ الأعراض الانسحابية. ليش؟ لأنه أصلا هاي المادة بتكون دخلت في الجسم وأخذت حيز وجزء من وظيفة الجسم، وبالتالي أصبح الجسم قادر أنه أو غير قادر أنه يتخلى عن هاي المادة بسهولة. فحتى يستطيع أنه يعوض فلابد من ظهور ردة فعل عنيفة من الجسم. الآن حسب نوع المادة بتكون ردة الفعل، هاي الأعراض الانسحابية هي اللي بيشوفها كثير بالأفلام والمسلسلات على حسب نوع المادة. طبعا لما يكون الشخص مثلا مدمن على الهيروين، وهذا أكثر شيء موجود بالأفلام، تلاقي الحك، التعب الشديد، الإرهاق، الصداع. الآن إذا بدنا نعرف الشخص هذا مدمن بالذات فئة الشباب، وهذا احنا نحكي فيه احنا، ما هي الأعراض الرئيسية اللي ممكن تطلع فيها على زميلك كطالب الآن نحكي، أو كمدرس بتشوفه كطالب عندك في الثانوية، أو كأب بتطلع على ابنه في مرحلة عمر 15 ل 21، إذا وجد أي من التالي وراه عندهم يعني بسهولة، إذا وجد أي من التالي فمعناته أنه بده ينتبه، هل في قصة مخدرات في الموضوع ولا لا؟ رقم واحد وهي من نسميها اضطرابات النوم. يبدأ هذا الشخص بالحديث عن اضطرابات النوم، والله بنامش كويس، بصحى طول الليل، بنام بصحى 10 15 مرة بالليل، بصحى متأخر، بصحى بدري كثير، وإذا نمت بشبعش نوم. هاي الأعراض؟ هاي نعم، هاي الصفات مش أعراض الإدمان، هاي الصفات التي تدل على هذا الشخص قد يكون في مشكلة مخدرات، قد. وكلمة قد تمحوها إنك تفهم من الشخص وتشوف الأعراض الرئيسية اللي هي المعايير التشخيصية. صحيح. الناس تفهم بين الأعراض اللي تدل على، لأنه هاي قد تدل على كثير من الأمراض النفسية. ولكن هاي ترفع من درجة أو من قدرة الشخص اللي بيشوف هذا الشخص إنه يحدد أنت بأي اتجاه، هل أنت باتجاه الإدمان ولا لا. الآن رقم اثنين، ظهور هالات سوداء حوالين العينين. هذا دليل على وجود مشاكل كثيرة لها علاقة بإرهاق الجسد. ثلاثة، ممكن نتحدث عن الصفات الاجتماعية، انه هذا الشخص يبدأ بعزل نفسه اجتماعيا بشكل تدريجي. كيف؟ له صندوق خاص فيه، له مفتاح ما حد بيعرف وينه، له حقيبة سوداء او لون معين ممنوع حدا يصيبها او يفتحها، اسراره، ذعر شديد فيما لو حدا فتش باغراضه، اختفاء لفترات زمنية محددة دون ان تعرف وينها، تغيير في قائمة الشباب او الشلة، تغيير حتى في معايير يعني التقاء نمط الأصدقاء، الحياة بالكامل نمط بتغير. كامل نعم. إضافة لذلك راح نشوف أعراض أخرى، مثلا للشخص اللي بيكون بتعامل بالمخدرات مثلا عن طريق الإبر، الكم الطويل دائم موجود، شاب ولا بنت موجود الكم الدائم على طول لأنه مكان الإبر واضح.
اذا كان هذا الشخص بتعاطي الحبوب اللي بتكون ترهق في الجسم زي المهلبوسات والمهيجات والمنبهات والمنشطات، اكستنسيف ميك اب يعني يقولوها، يعني مكياج هائل للبنت او الشاب، يلجا الى النظارات والديكورات وتزبيط الشعر الى اخره. يعني بحاول يخفي لاخفاء، لانه بيكون عارف انه وجهه مرهق وذبلان. مبررات، اي شخص بيساله انت وين كنت امبارح او كذا، اكستنسيف، دائما في مبالغه في عمليه زياده او حده تبرير المواقف. نعم. الان ممكن نتحدث عن سلوكيات كمان اكثر خطوره، مثلا اختفاء اشياء غاليه من البيت. وجود سرقات، بيبدا بيبحث عن مال بده يشتري لانه غالي. اذا قلنا رقم واحد يعني الاعراض الاساسيه اللي حكينا عليها، انه فيها اعراض انسحابيه ثانيه اللي احنا طبعا نسيناها، اللي هي شخص بقدرة التحمل على الماده اللي هي التولرنس، يعني قديش الشخص ممكن ياخذ ماده حتى يصل لمستوى التهيج او الكيف او المزاج تبعه اللي كان ياخذه لما كان ياخذ اول مره. يعني اول مره كان يكفيه ياخذ حبة ويكون كويس، الآن صار بده حبتين، صار بده ثلاثة، كان يأخذ شمة واحدة الآن بده ثنتين وثلاثة، كان يأخذ أشياء بسيطة الآن بده تزيد كمية. هذا كل ما زاد كل ما زادت الكلفة الاجتماعية والمادية، بالتالي ممكن يبدأ يلجأ إلى السرقة. نعم دكتور، إحنا بدنا بشكل مختصر عشان يكفي وقت الفقرة إن شاء الله. هلا ننتقل للأعراض. الموضوع كبير يعني كبير. مش حاب أختصره للناس حتى ما بحب أخوف الناس المخدرات عشان يبعدوا عنه تماما. طبعاً إن شاء الله الله يحمي الجميع. طيب الأعراض دكتور، الان حكيت انه هاي من ضمن الاعراض اللي كنت تحكيها. الان اهم عرضين للادمان هم هذول الاثنين اللي حكيت عليهم، الاعراض الانسحابيه وقدره الشخص على تحمل المدى اللي باخذها، بمعنى قديش بزيد هذول. طبعا اضافه لسبع معايير اخرى. الان عند التشخيص اذا مراجع طبيب نفسي او راجع عياده نفسيه راح يسالوه عن المعايير كلها ويشوفوا قديش تنطبق عليه. وفي عدد معين انطبقت عليه خلاص انطبقت عليه، وبالتالي انت دخلت في حاله الادمان. صحيح. احنا المشكله عندنا اكبر في مش بانطباق المعايير، في انكار انه هاي الشغله موجوده عنده. يعني بقول لك لا انا لو بدي اترك الدخان بكره بتركه. طيب تركه، بقول لك لا بمزاجي، مش بمزاجك، انت مضطر عليه، انت صارت في حاله نفسيه لتقبل الماده فاصبحت مشروط بهاي المادة. صح. فأصبح كلامك يبرر وجود المادة. والله إذا بترك الدخان بكرة بتركه، إذا بديش أو بخفف شوي شوي، أو هاي بقول لك أنا في رمضان بتركه طول الشهر، طب بعد رمضان ترجع، طب ليش ترجع؟ لأنه أصبح مباح. إذا في رمضان كان في عندك شرط ديني تركته، بعد رمضان ما في شروط رجعت، ليش؟ لأنه تغلبت الأمور الأخرى عليك وهي الإدمان نفسها. أهم شرطين أعراض انسحابية والقدرة على تحمل المادة، إضافة للشروط الأخرى اللي هي ظهور علامات فشل اجتماعي رغم معرفته بهذا الموضوع، وظهور اختلالات او مشاكل مع القانون والمجتمع. يعني ممكن الشخص اذا كان بيشرب كحول يصير يسوق تحت تاثير الكحول، اذا كان طالب يتغيب عن الجامعه ويسحب مواد، احنا بنلاحظها كثير، يعني تلاقي الطالب سحب الفصل فجاه، ليش؟ ما بتعرف شو السبب. ممكن طبعا تكون في مباريات اخرى، ولكن بيكون في ظهر علامات اخرى الاولى، مثلا تغيب عن الامتحانات، تغيب عن المحاضرات. انا بتحدث طبعا طلاب الجامعه لانه معظم الفئه العمريه هاي طلاب جامعه او طلاب ثانويه. هذا الطالب بيكون يتعمد الدخول في مشاكل اجتماعيه وفشل في العلاقات. يعني بتلاقيه بغير الصحبه 5-6 مرات، الشيء اللي نفسه بتغير 4-5 مرات. فجاه بتشوف انه امبارح كان بتحدث عن هاي المجموعه من الاشخاص انه ابدا ما في تطابق بينه وبين افكارهم، بعد يومين ثلاثة صار أصحاب زي معهم. نعم. بعدين في فئة معينة بتكون منتقدة بشكل معين بتلاقي صار معهم. بعدين بتلاقي أنه انسحب من كل المجموعات وأصبح في مجموعة ما غير معروفة، وبالتالي أصبحت حياته سرية. لذلك الشاب المدمن يعني غالبا يعيش حياة سرية، لأنه كل معلومات لا يستطيع أن يبوح فيها، ما بقدر أحكي لك منين بيجيبها، كيف بتعطاها، مين بيجيب له إياها. طيب دكتور، خلينا نعرف أهم مخاطر المخدرات. الآن مثل ما حكيت المخدرات بحسب مسمياتها، يعني حتى في بعض التراجم العربية بتستخدم كلمة المواد النفسية، وأنا أحيانا بميل مع هذا المصطلح، حتى لما نتحدث بالعربية ما بستحب استخدم كلمة مخدرات، لأنه إذا قلت لهم الكافيين من المخدرات بزعلوا، بقول لك حتى الكافيين طب ما هو مصنف من المواد اللي بتدمن عليه. صح. لكن الكافيين أعراضه ومخاطره أقل، لذلك المواد كلها أو المخدرات أو المواد النفسية مخاطرها مبنية على حسب المادة. يعني الكافيين أقل، النيكوتين أكثر، الألكوهول أكثر، الكحول بشكل عام، المواد الأخرى